الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منورنا ومشرفنا وبدايه اسبوع جديد ان شاء الله نعمل فيه وصفات جميله جدا، ويا رب ان شاء الله تكون الويك اند كانت مريحه ولطيفه وظريفه وقضيتوا وقت حلو مع كل اهلكم وحبايبكم واصحابكم. والنهارده عندنا حلقه فيها حاجتين، فيها بدايه كده ايه الفراوله بدات تظهر، فانا فرحت قوي قلت لا يعني لازم نخطف كده وصفه بالفراوله. فهنعمل النهارده فطيره فراوله جميله جدا جدا، وصفه دريم معانا، وهتكون وصفه لذيذه جدا وهتعجبكم قوي ومناسبه قوي لكميه الفراوله اللي هتبقى موجوده في السوق اليومين الجايين. عندنا بقى وصفتين بالكفته باللحمه المفرومه، عندنا صينيه كفته بالبسله والجزر بسيطه جدا وتسعف في الازمات وتتعمل وتتشال في الفريزر، يعني فيها كل المميزات اللي في الدنيا. وعندنا بقى وصفه كده جميله هنجربها مع بعض، كوردون بلو الكفته، مفيش حد ما بيحبش الكوردون بلو، فهنعمله النهارده بالكفته ونشوف هيطلع معانا ازاي. وباكد لكم ان هو وصفه منتهى الجمال، موفره جدا وعن الكوردون بلو العادي وسهله جدا في التنفيذ. هنشوف مع بعض كل ده بيتعمل ازاي. ونبدا اول حاجه بفطيره الفراوله، ومكوناتها هتكون كالتالي. فطيره هنا مش معناها فطيره زينا زي الشرقي، الفطيره الغربي، الفطيره الغربي بتبقى شبه التارت. ففطيره الفراوله بتاعتنا النهارده ليها كراست هنعملها مع بعض، هتكون عباره عن كوبايه من الزبده الطريه، وارشح نوع زبده جيد للوصفه دي علشان بيفرق جدا في طعم الكراست، 6 معالق كبيره سكر، كوبايتين دقيق، رشه ملح. دي كده جزئيه عفوا الكراست او الطبقه الخارجيه البسكوته او بتاعه الفطيره. الحشوه بقى نفسها هتكون كوبايتين ميه وكوبايتين سكر، 6 معالق كبيره نشا، باكت جيلي فراوله، وكيلو فراوله متقطعه انصاص، وكريم شانتيه فراوله، وكريم شانتيه هيكون من دريم. طبعا عندنا اختيارات كتير، عندنا شوكولاته وعندنا فراوله وعندنا فانيليا، والحقيقه الثلاثه يليقوا مع الفطيره فبراحتكم بقى خالص في الاختيار. وعندنا صوص فراوله للتقديم، ويلا بينا نبدا. اول حاجه هنشتغلها الكراست او الطبقه الخارجيه، عايزين نعمل الطبقه الخارجيه اللي هتخلينا نعرف يبقى في حاجه نحشي بيها التارت او الفطيره. فهجيب بوله كبيره كده عشان اشتغل براحتي خالص، لو بس فيها اي ميه نشفوها. انا البوله بتاعتي مبلوله شويه فهنشفها. يلا. والحقيقه الكراست اللي هنعملها النهارده من اسهل ما يكون، هنشتغلها كده بالشوكه او بايدينا وهتجمع معانا وهتبقى منتهى الروعه والجمال. عايزه احط اول حاجه كل مكوناتي الجافه، ادي الدقيق، ادي السكر، ادي رشه الملح، وهخلط كل المكونات الجافه، ما بضرب سلك بشوكه براحتكم. وانا بكلم يمنى هفضل اقلب لحد ما تتخلط كل مكوناتي الجافه، وده طبعا بيحصل بسرعه جدا جدا. يا يمنى اهلا بيكي. الو الو. ايوه يا يمنى. الو ازي حضرتك يا شيف؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا. تسلمي لي يا جميله، ربنا يخليكي يا يمنى. الله يخليكي. معلش بس انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. أؤمني. انا دلوقتي بعمل الكيك. وبيطلع معايا يعني بيطلع يعني عالي بيرتفع، تمام، وبيتحمر من كل الجوانب، تمام، ومبيبقاش مستوي. الفرن عالي عليه يا حبيبتي؟ فرنك بيبقى كام؟ مع اني فرني بيبقى 180. يبقى ممكن عندك خلل في الفرن مخلي ال 180 بتاعتك اعلى من ال 180 المعتاده، فقلي الحراره شويه، الكيكه بتستوي منك بسرعه وتعلى من قبل ما تلحق تستوي من جوه. وتاكدي انك حطها في الرف اللي في النص، وتاكدي انك فاتحه عليها الحراره من تحت بس، ما بنفتحش عليها حراره من فوق خالص، وتاكدي ان الصينيه اللي انت بتستخدميها مش صينيه من الغامقين اللي بيلسعوا الكيك او يسووه بسرعه وهو لسه ما استواش من جوه. اتاكدي من كل الحاجات دي وان شاء الله تظبط معاكي. لو عندك مروحه توزيع حراره في فرنك طبعا طبعا استخدميها. بعد ما خلطنا المكونات الجافه حطينا الزبده، ولازم تكون طريه، وبالشوكه كده انا هبدا افتت الزبده وسط الدقيق. شايفين بتحصل لها ايه؟ بصوا المنظر، هي كانت مكعبات صح؟ عماله تفرول اهي. فلازم نفضل نعمل كده بين كل الزبده والدقيق.
يبان الاول ان لا يمكن الخليط ده هيطلع منه اي كراست، ويبان ان الموضوع مفتفت خالص. لا تقلقوا، استمروا بس بالفتفته، بحركه الفتفته اللي بقول لكم عليها دي، ودخلوا الزبده كده قطع وسط الدقيق. عايزين نشوف كل الزبده متفتفته وسط الدقيق. نستمر. ونفتفت. طريقة بدائية جدا لعمل الكراست، فأي يعني حد هيقدر يعملها في البيت. لحد ما هلاقي، بصوا ايه اللي حصل دلوقتي، الخليط كأنه رمل شوية، بقى فيه كلاكيع كده، وبقى اللون ما عادش لون الدقيق الأبيض، بقى اللون المصفر. أفضل أستمر، وممكن بقى في المرحلة دي أنزل على الموضوع ده بإيدي. إيدي كمان هتكون أدق مع شوية الحرارة البسيطة اللي فيها، هتساعدني أكتر. فأنا هعمل إيه؟ هبدأ أكمل فرك الدقيق بالزبدة وأنا شغالة، واخد أسماء على التليفون وأنا بشتغل معاكوا. يا أسماء أهلا وسهلا. أيوة، ازيك يا شيف سارة؟ ازيك يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ ازاي حضرتك، انا بحبك جدا. تسلميلي يا روح قلبي، ربنا يخليكي. ربنا يخليك. انا بس كنت اكلم سؤالين. وأموريني يا حبيبتي. ربنا يخليك. انا بس كنت عايزه اعرف اللحمه المستورده هل هي كويسه قيمتها الغذائيه زي اللحمه البلدي؟ طب يا حبيبتي، ما هو احنا اللحمه المستورده مشكلتها انها مجمده يعني؟ المجمده. طب انت بتشتري اللحمه البلدي بتحطيها فين؟ في الفريزر. يبقى بتعملي فيها ايه؟ بجمدها. ايه الفرق؟ فرق السعر. يعني الفرق السعر ده عادي؟ الفرق ده سعر منتج وقصص استيراد وقصص وفره وقصص عرض وطلب، ملوش علاقه ابدا. مش بالضروره الارخص هو الاوحش، قد تكون المستورد النظيفه انضف من حاجات كتير موجوده هنا بلدي، ملهاش علاقه ابدا. تمام. فاحنا لو مشكلتك اللي قلقك يعني في موضوع القيمه الغذائيه ان انت بتجمديها، طب ما انت بتجمديها في البيت برضه. صح. صح. تمام. ماشي يا حبيبتي. اوكي. شكرا ليكي يا حبيبتي، نورتيني وشرفتيني. هتلاحظوا ايه اللي حصل؟ بقى عندي رمل بقى خلاص، ما عادش دقيق. وهتلاحظوا ان الرمل ده لما باجي اتك كده بيتماسك كتلة واحدة. اجي افرطها تاني تتفرط تاني. ده معناه ان انا الكراست بتاعتي هتبقى طرية وبتدوب في البق واحلى حاجة في الدنيا. فانا كده زي الفل وصلت للي انا عايزاه. بفرك شويه كمان بس اطمن ان شويه الحراره اللي في ايدي لمولي العجينه كويس ومفيش اي فروله، ما سيبش كتل كبيره. لازم بصوا كده انعم كله، علشان انا هاخد ده افرده في طبق التارت دلوقتي او الطبق اللي هعمل فيه الفطيره بتاعتي واكبسه، هيبقى كراست واحده بتدوب. ليه تاني؟ ايه اللي يعرفني انها بتدوب؟ اهو ان انا لما بضغطها بتتماسك، لما اضغطها تاني ترجع تتفرد تاني. هتعمل نفس الحاجة في بقي، حاجة اخد منها شوكة الاقيها متماسكة، اول قطمة هلاقيها بتدوب زي الزبدة، وهي بالظبط زي الزبدة حرفيا من كتر الزبدة اللي محطوطة فيها. فاحنا كده المنظر ده اهو هو اللي عايزين نشوفه. يلا نعمل ايه بقى خطوتنا الجاية؟ خطوتنا الجاية الطبق اللي هنفرد فيه العجينة دي. هجيب طبق كده يكون حرفه عادي عشان اشتغل براحتي، وهبدأ اخد الخليط ده واكبس بالمنظر ده. اوزع، ممكن اكبس بظهر كوباية او حاجة مغرفة. كان ممكن طبعا حد يقولي طب ما احنا نلم العجينة دي بشوية مية ونفردها بالنشابه كده براحتنا. لا، ما بتديش نفس النتيجه اطلاقا لو عملتوا الحركه دي. خلوكوا كده امشوا بنفس اللي انا ماشي عليه، هتلاقوا فرق رهيب جدا. ومش بالضروره ابدا تكون متساويه بالملي، المهم ما تكونش في فروقات يعني جامده قوي، علشان في الاخر هي هتستوي مع بعضيها. ناخد مين يا نور؟ نورهان على التليفون، واحنا بنكلم نورهان كده بنظبط في الكراست بتاعتنا. يا نورهان اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله. يا رب دايما. الحمد لله يا حبيبه قلبي، كله زي الفل. يا رب دايما يا رب. يا رب انا وانتي. واموريني يا حبيبتي. عايزه اعمل طريقه الكيكه بالشوكولاته. كيكه بالشوكولاته، حالا اقول لك كيكه بالشوكولاته من عينيا الاثنين. خلاص، تسلم عينيكي. تسلم يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. بس زي ما انتم شايفين الموضوع بسيط خالص. الحتت الرفيعة هنعرضها بشوية
عجينة الحتت اللي ظبطت خلاص، مش لازم ابدا تكون واصلة للاخر تماما، مش لازم ابدا تكون بالمل يعني متناسقة خالص. هي وصفة بسيطة وفيها الكثير من العشوائية، يعني ما فيش فيها ترتيب قوي قوي يعني. وعايزة اقول لكم ان الفطاير الاجنبي دي اللي هي بنقول عليها بايز، يعني كل ما بيبقى شكلها كده عشوائي ومش مترتبة كل ما بتدي نتيجة احسن. انا بس ما بحبش الجناب تبقى تخينة قوي، فلو لقيت جنب تخين قوي بعيد توزيعه كده. والعجينة طبعا مساعداني لان زي ما قلنا بتعمل حركة ايه، انها تفتت وتمسك، فمساعدانا جدا ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه. بس كده حلو قوي. اخر حبه كراست هنا كده يظبطوا لنا الدنيا، وضغطه اخيره واحنا بنكلم ام احمد. يا ام احمد اهلا وسهلا. الو، ازيك يا ام احمد؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله. ايه قطع يا ام احمد، كلمينا تاني حبيبتي واهلا وسهلا بيكي. بس كده الكراست بتاعتنا بقت جاهزه. طيب ايه الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه ان انا عندي فرن سخن على درجه حراره 180، هاخد الكراست دي زي ما هي كده على الفرن في الرف اللي في النص، درجة حرارة تاني بأكد 180. عندي مروحة توزيع حرارة هشغلها وهخلي الحرارة من فوق وتحت. عايزة الكراست تاخد لون ذهبي وتتماسك. هنعمل ده مع بعض حالا دلوقتي. هناخد طبقنا الحلو ده، وانا بفضل دايما ان انا احط طبق اي تورت او باي او كده على الصينية. ليه؟ عشان لما اجي اطلعه وهو سخن ما اضطرش امسكه من حرف الطبق هكسر التورت، فبقى عندي صينية وامسك منها وانا مطمنة. بس كده تمام جدا. الكراست بتاعتنا في الفرن تاني بأكد درجة حرارة 180، وبأكد تاني الرف اللي في النص، بأكد تاني لو عندي مروحة توزيع حرارة هشغلها والحرارة من فوق وتحت. هقفل واسيبها تستوي براحتها ونكمل الحشوة. عايز نطلع فاصل؟ ماشي نطلع فاصل. هنطلع فاصل صغير، ولما نرجع من الفاصل نعمل بقى حشوة الفراولة ونشوف بتتعمل ازاي، لانها بتتعمل بطريقة جميلة جدا وهي في حد ذاتها وصفة. فاطلعوا فاصل صغير وتعالوا نعملها مع بعض، مستنياكم. ورجعنا من الفاصل وعملنا ايه؟ التورت بتاعنا او الفطيره بتاعتنا، القاعده بتاعتها او الكراست موجوده في الفرن على درجه حراره 180، الرف في النص، حراره من فوق وتحت، مروحه توزيع حراره موجوده هنشغلها، وفرننا سخن. وهنيجي نعمل دلوقتي بقى الحشوه. عندي هنا مقدار الميه بخلط لحظه على البارد، وهحط مع مقدار الميه مقدار النشا. والسكر. والجيلاتين او الجيلي، باكت جيلي فراولة. وهاخد الكلام ده كله اقلبه لحد ما يتخلط كويس. يدوب مع بعضه. شايفين احنا بنقلب بقى عندي خليط لونه بينك كده، حاسه فيه بقرمشه السكر، سامعاها اهو حتى وانا بقلب،
ولكن النشا داب. مادام وصلت للدرجه دي اقدر ارفع على النار وانا مطمنه. اجي بقى كده ارفع على النار مع تقليب مستمر. لحد ما السكر يدوب، الجيلي يدوب، النشا يربط، ويبقى عندي صوص من الفراولة تقيل كده. هقول لكم بقى هنعمل بيه ايه بعد كده. طيب لحد ما نقلب او يعني نكسب وقت، تعالوا بالمرة نقول مقادير صينية الكفتة اللي بالبسلة والجزر. طبعا هي وصفة سهلة جدا، عملية جدا، حلوة جدا للولاد، حلوة جدا تتعمل وتتشال في التلاجة لتاني يوم، حلوة جدا تتعمل وتتشال في الفريزر بمدة صلاحية 3 شهور، سريعة ما فيش فيها يعني ايه اي كلكيع. مقاديرها هتكون كيلو من البسلة بالجزر، عايزين مجمد، عايزين انتوا حافظينه، عايزين طازة، كل واحد بقى ايه ومزاجه. 5 فصوص ثوم، وتلات ورقات لورا وزبدة، ورشة جوزة الطيب وملح وفلفل اسود. دي جزئية البسلة اللي بالجزر. وطبعا تقدروا تغيروا في الخضار براحتكم، مفيش مشكلة، تقدروا تقطعوا مكعبات بطاطس صغيرة معاه، تحطوا فاصوليا، تحطوا كوسة، تحطوا بروكلي، انتوا ذوقكم، بصل عادي، بس انا بحبها جدا بالطريقة دي بالتحديد. والكفتة هتبقى عبارة عن نص كيلو لحمة مفرومة، بصلاية مفرومة، ونص كوباية بقدونس مفروم، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وزيت نباتي، ومعلقة كبيرة بهارات لحمة، وملح وفلفل اسود. ودي كل مقاديرنا، موضوع بسيط خالص ومن البيت. وانا عمالة لسه بقلب اهو في الخليط اللي احنا عملناه، الجيلاتين اللي بالنشا اللي بالمية اللي بالسكر اللي هيكون الحشوة بتاعة الفطيرة بتاعتنا، وعيني طبعا على الكراست اللي في الفرن اللي عمالة تستوي ما نساهاش. بقلب لحد ما يتقل ويربط معايا زي المهلبية بالظبط. وهتلاحظوا طبعا ان مفيش اي كلاكيع موجودة فيه خالص، وده نظرا لاننا بنقلب باستمرار. كل الحاجات اللي بنقول وبنتك على كلمة قلبوا باستمرار طبعا بيبقى مفيش يعني تغيير في الكلمة دي، استمرار يعني استمرار، وبيفرق جدا في النتيجة النهائية. فعشان كده انا مش سايباه وعمالة اقلب طول ما انا بتكلم معاكم. وريحته بدأت تطلع، ريحة الجيلي، وطبعا اللون الداكن ده من النشا مش شفاف عشان احنا حطينا نشا. ودي اصلا في حد ذاتها وصفه، يعني دي وصفه مهلبيه لطيفه بالمناسبه يعني، ولسه كمان لما نحط فيها الفراوله هتبقى احلى واحلى. تقليب 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 تقليب، مش هنسيبها غير لما تربط معانا. وطبعا انا مستخدمه مضرب سيليكون عشان مش عايزه ابهدل حاجتي، حتى الحلل اللي بالجرانيت اللي بيقولوا لا عادي استخدموا المضارب السلكي فيها ما بتجرحهاش، انا بصراحه ما بعملش كده، انا بخاف على حاجتي واحب دايما شكلها يبقى نظيف. فحتى لو مضرب سلكي ينفع بقى والله بشتري دماغي واستخدم السيليكون ما هو موجود، فنحافظ على حاجتنا. طيب تعالوا كده واحنا بنقلب ومستنيين الخلطه دي تتقل او الصوص ده يتقل، نقول مقادير كيكه الشوكولاته اللي اتسالنا عليها. هي كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من الدقيق، 3/4 كوبايه من الكاكاو الخام، ونص كوبايه من الزيت، وبيضتين، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره بيكنج صودا، و3/4 كوبايه لبن رايب او زبادي، 3/4 كوبايه ميه مغليه، نص معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الفانيليا. وكل الكلام ده بنعمله ازاي؟ بنخلط كل المكونات الجافه مع بعضيها، وبنخلط كل المكونات السايله مع بعضيها، بس السكر بنضيفه للمكونات السايله مش الجافه. بنقلب وبنسيب الميه السخنه المغليه على جنب خالص للاخر، بنضيف السائل على الجاف، وبعد كده بنقوم ضايفين عليهم الميه السخنه المغليه، ونقلب كل ده مع بعضه، ونصبه في صينيه تكون مدهونه بالزبده ومرشوشه بالكاكاو، ونسويه على درجة حرارة 180، فرننا يكون سخن طبعا. الخليط اللي عندي هنا بصوا تقل خلاص، بس بنشيل من على النار مع أول غلوة، بنشيل من على النار هنلاقيه تقيل ولكن مفيش فيه أي كلكع. بصوا
شايفين التقل ومع ذلك ناعم جدا. ده بالظبط المنظر اللي انا عايزه اشوفه. هاخد انا سايبه شويه فراولات سلام ممكن نبقى نزوق بيهم، هخليهم على جنب كده. وهنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد المضرب السلك ده خلاص مش عايزينه، هنجيب سباتشولا ونبص بس على الكراست كده واحنا هنا معدين تمام، نهدي درجة الحرارة عليها. هاخد كل الخليط ده أصبه على الفراولة وهو سخن كده، وضروري جدا عشان اللي هيعمله دلوقتي انه هيطلع لي بالحرارة اللي فيه دي طعم الفراولة بطريقة رهيبة انتوا مش فاهمين، بترد فيها الحياة. وهنقلب في فراولة انا نسيتها بس اجيبها هنا، نقلب كل الحاجات دي مع بعضيها كده. الحشو بتاعي بقى جاهز، حشو الفطيرة. كده فاضل حاجة واحدة بس من الفطيرة، الكريم شانتي. هضربه بالمية أو باللبن المهم يكونوا ساقعين. أنا الحقيقة عايزة ما حطش أي نكهات أكتر من الفراولة، فهضرب بمية النهاردة. ولكن أنا كده الحشوة بتاعتي بقت جاهزة، هسيبها بس تهدى من الحرارة عشان لما احطها في الفطيرة تبقى باردة ما تبوش الكراست القوية اللي انا عملتها. فهنسيب الحشوة بتاعتنا هنا على جنب، نشيل الحاجات الفاضية ونيجي نضرب الكريم شانتيه مع بعض. الكريم شانتيه بنحط للباكت حوالي ربع كوباية مية، او طبعا بنتبع التعليمات اللي مكتوبة على الظرف. طبعا نقدر نزود او ننقص على حسب التقل او السمك اللي احنا عايزينه للكريم شانتيه. فاحنا هنبدأ دلوقتي ايه نشوف ايه اللي مكتوب على الظرف ونمشي عليه. الباكت بيجي كده مكتوب عليه اهو طريقه التحضير، ان احنا هنحط 125 مللي اللي هو فنجان صغير يعني من الميه المتلجه او اللبن المتلج في وعاء ضيق. انا موسعه شويه عشان انا هستخدم هعمل 3 4 باكيتات مقص. خلوني اعير، انا هعمل 3 واعير اللبن المية أسفة، عايزين 3/4 كوب. ساقعة حلو. المية الأول أنا بحب أحط المية الأول عشان الباودر ما يلزقش في البولة تحت. وهجيب باكت دريم كريم شانتي دريم، أفتح وهفضي. طبعا ما بضيفلوش اي حاجه، هو فيه كل حاجه، سكره وفانيليته ونكهته كل حاجه تمام. كل اللي مطلوب مني دلوقتي اني اخده اضربه. فانا هاجي كده بمضرب البيض واضرب. انا حاسه اني ممكن احتاج زياده كمان للوصفه، فهزود باكت او اتنين كمان وهزود شويه ميه لان انا عايزه اغطي الوش تماما بالباودر، فدول يعني مش هيكفوني قوي فهزود. فشايفين انا بحب دايما ابدا يعني اقل ولو احتجت ازود. بس زي ما انتم شايفين هو ضربتين كانت ضرب معانا والموضوع كله خلص وايه ما عندناش اي مشاكل. هنضيف بس شويه الميه يلا ونضرب تاني. بس انا بالنسبه لي للوصفه دي مش عايزاه تقيل، عايزاه متوسط عشان اعرف افرده على الوش.
فانا بالنسبه لي بصوا كده حلو قوي. طب لنفترض ان انا تقل مني بزياده وانا عايزاه خفيف لوصفه معينه ولا اي حاجه، هفكه بشويه ميه. الموضوع مرن وسهل جدا جدا مع الكريم شانتيه بتاع دريم. هنخف بشويه سائل، هنقلل هيتقل، يعني الموضوع بسيط خالص. هنضرب زياده هيتماسك، وزي ما انتم شايفين ابيض وجميل اهو زي الفل، وهنغطي بيه وش الفطيره. يبقى احنا كده كل المراحل بتاعتنا مكتمله ما عدا الكراست، هي اللي لسه بتستوي. نبص عليها كده هنلاقيها بدات تاخد اللون الذهبي اللي احنا عايزين نشوفه، بس لازم طبعا نسيبها براحتها خالص. انا هخلي النار عليها من تحت بس عشان اضمن ان حتى من جوه هي استوت كويس قوي وبقت زي ما انا عايزه. بس اموري كده تمام، ما نعملش الكفته بسرعه، مش هتاخد حاجه، نعجنها عشان اشكل بس وانا بشتغل وانتوا في الفاصل. يلا نكلم ام معاذ ونعجن الكفته. كده الفراوله جاهزه، الكريم شانتيه جاهز، وانا فاضل الكروست تطلع واشتغل. يا ام معاذ اهلا بحضرتك. اهلا يا شيف، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، كله زي الفل. تسلم ايدك. تسلم يا حبيبتي، كلك ذوق. انا قلت اسلم عليكي بس. ميرسي يا حبيبه قلبي، نورتيني وشرفتيني. اهلا يا ام معاذ. الله يخليك، ربنا يديك الصحه وتسلم ايدك ويحلي ما بين ايديك يا رب. ميرسي يا حبيبه قلبي، كلك ذوق، ربنا يخليكي حبيبتي، نورتيني. الله يخليك وشرفتيني. سنه وانتم طيبين وسلامي للجميع. وحضرتك طيبه وبالف صحه وسلامه، اهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا حبيبتي. يلا بينا نعمل الكفتة. ادي اللحمة المفرومة، كفتة بسيطة خالص وبصلها كتير بتبقى حلوة قوي كده، وخضرتها كمان كتير، بصل وادي الثوم وادي الخضرة وادي بهارات اللحمة. انا جايبه بقسماط احتياط، معرفش لسه هحتاجه ولا لسه. طبعا محتاجه ملح وفلفل اسود. حاضر، ادي الفلفل وادي الملح، وبرده محتاجين شويه زيت. البقسماط بيبقى زي ما قلت لكم كده احتياط، ما نعرفش هنحتاجه ولا لا. انا بفضل في لحمتي للكفته انها ما تكونش حمراء، الا طبعا اللي عندهم اسباب صحيه تمنعهم ان هم يستخدموا لحمه تكون فيها شويه دهون، خلاص تمام هيستخدموا الحمراء، لكن انا بفضلها تكون حوالي 20% دهون، او يعني اتليست 10% عشان ما تنشفش مننا في السوى. لكن لو حضراتكم لاي سبب صحي ما تقدروش تعملوا ده طبعا ما فيش مشكله خالص. هعجن واشوف هل انا محتاجه امسكها بقصوات ولا لا. في اغلبيه الوقت لا ما بنحتاجش، بس خلونا برضو ايه نحتاط دايما ويبقى جنبينا شويه كده احتياطي. انا ما بحبش امسكها بدقيق ابدا، بيكتمها قوي، فدايما بختار البقصوات. هعجن بايدي لا كبه ولا غيره، لحد ما الاقيها ماسكه كويس. انا شايفه ان رشه بقسماط صغيره يعني ايه مش هتضر، حوالي معلقه كبيره بس مش اكتر من كده. بالشكل ده ونشوف كده ايه الاخبار. يلا نمسكها كده ونعجن ونكور، عايزين نعمل كور او اقراص بالشكل ده، ما تبقاش رفيعه قوي عشان ما تنشفش في السوى، وما تبقاش تخينه قوي عشان ما تبقاش نيه من جوه. اهو بالشكل ده يا جماعه. يلا اجيب حاجه بس احط عليها وانا بتكلم معاكم. ميره معانا على التليفون. يا ميره اهلا وسهلا. الو يا ميره. الو يا ستاره. ازيك يا حبيبه قلبي؟ الله يسلمك، انت بجد بتقدمي لنا كل حاجه حلوه وربنا يبارك لك يا رب. يا ربنا يخليك يا حبيبتي، انتوا تستاهلوا احسن حاجه في الدنيا. انا كنت عايزه اعمل اهداء لعمر ابني عشان عيد ميلاده. يلا. وادعي له يا رب انه حياته كلها تبقى كلها سعاده، وان ربنا يقدم له الخير وكل حاجه حلوه. يا رب. عنده كام سنه؟
عنده 3 سنين. يا روحي ده لسه زقنن خالص، لسه هو الحياة طويلة بيسمعك دلوقتي، يا فياريت يا عمر. شيف والنبي تقولي له على الأكل لأنه بجد مجنني جدا. بص بقى يا عمر، انا مش هقعد اقول لك بقى الكلام بتاع احنا بناكل علشان نكبر والكلام اللي بيقولوه لك ده، لا انا هقول لك حاجات اهم. احنا بناكل عشان الاكل حلو، الاكل جميل، لازم تدوق كل حاجه مره واثنين وثلاثه، ولو ما عجبتكش حبيبي خلاص ما تاكلهاش تاني، انا موافقه، بس لازم نجرب، بس لازم تجرب كل حاجه، ويبقى عندك لستة كده طويلة فيها كل الحاجات اللي انت بتحبها، وتطلب من مامي تعملها لك وتاكلهم بالهنا والشفا. يعني مش لازم كل الاطفال يا جماعه، برضو انا بوجه الكلام ده للامهات والنبي، مش لازم الولاد يبقوا بياكلوا كل حاجه، ما هم ليهم ذوق زينا بالظبط، احنا نفسنا ما بناكلش كل حاجه. فتبقى مثلا الام ما بتحطش السبانخ في بقها وقاعده يا عيني مبهدله الولد ومعاقباه عشان ما رضاش ياكل السبانخ. طب ما هو طبيعي مش هياكلها، يعني اذا كان يعني هو اللي بيشوف منه ما بياكلهاش، فطبيعي عادي ان يبقى ليهم اذواق، عادي جدا انه يقول انا مش عايز اكل دلوقتي، لكن طبعا مش طبيعي انه يقول انا مش عايز اكل على طول. يعني احنا يوسف لو قعدنا على الغدا وما رضاش ياكل ما حدش بيتحايل عليه، خلاص هو عارف ان لما يجوع هياكل، هو مش جعان دلوقتي، مش ممكن الغدا يتحط قدام حضرتك او حضرتك وتبقوا مالكوش نفس تاكله؟ ويرد ان ده كمان يحصل للطفل، فما نغصبش عليهم عشان ما يتعقدوش من الاكل، احنا بنحسسهم ان الاكل ده مهمه قوميه وحرب، لو ما خدوهاش كل يوم يبقى يعني الحياه ناقصه حاجه، فلا نخليهم يحسوا ان الاكل ده مش محور تركيزنا ولا محور اهتمامنا، هو حاجه مهمه بنعملها كل يوم ولكن هي مش اهم حاجه في الدنيا، وانا مش قاعده فوق دماغك طول اليوم علشان اطمن ان انت اكلت، هتلاقوهم من نفسهم بياكلوا وبقوا زي الفل. يلا ايه رايكم بقى تطلعوا فاصل صغير جدا عبال ما انا اخلص الكفته الحلوه دي، هشكلها بس ومش هعمل اي حاجه تانية غير اما تقولي مستنياكم. رجعنا من الفاصل ومبدئيا كده اول حاجه عملناها ان احنا طلعنا كراست الفطيره من الفرن، بصوا بقى عليها هتلاقوا اولا لو انتم موجودين دلوقتي هتشموا ريحه بسكوت شاي او بسكوت فانيليا، والكراست اخذت اللون الذهبي من الاطراف، لون ذهبي افتح شويه من النص، وده بالظبط اللي عايزين نشوفه، ولكن لازم نسيبها تبرد وتهدى من الحراره شويه قبل ما نحط فيها الحشوه والكريمه والكلام ده علشان ما نكسرهاش، فاحنا هنسيبها جنبينا كده بتبرد، وتعالوا نجمع طبق الكفته. احنا شكلت الكفته كلها في الفاصل اهو زي ما انتم شايفين، وطلعت قمر. النص كيلو كفته شوفوا بيعمل كميه حلوه ازاي تكفي عيله يعني. وهنا عندي البسله والجزر، هحط لهم شويه الثوم المفرومين، شويه جوزة الطيب، كام ورقه لورا، زبده او زيت، انا بصوا يعني هو انا عندي زبده هحط كده مكعبات زبده مع الخليط، بس بصراحه هديله شويه زيت كمان للتخفيف، والملح طبعا والفلفل الاسود. وعايزه اقلب بس يعني في حته توم ايه وقع كده على الكاونتر، هزعل قوي لو جت على هدومي، فعايزه اروح ايه امسح. يلا يعني تخيلوا بقى ايه يجي توم على هدومي وانا لسه اليوم طويل وماشيه بقى طول اليوم ريحتي توم، حاجه صعبه. عشان كده بقول لكم تنظيف في المطبخ وانتوا بتشتغلوا مش رفاهيه، حتى لو بتشتغلوا بلبس بيت، ايه ليه نقعد بلبس البيت ريحتنا توم؟ ليه ما نبقاش حلوين كده وقمرات حتى لو لوحدنا في البيت؟ على فكره ملهاش علاقه بمين معايا او مين شايفني، دي ليها علاقه بيا انا نفسيا، انا لما ابقى قاعده كده شكلي حلو وريحتي جميله اكيد هبقى مبسوطه اكتر في بيتي ومطبخي وشغلي. الحاجه المنظمه بتفتح النفس على الشغل وتخلينا نحب الشغل، يعني انا في بيتي بحب اقف في المطبخ، عمري ما بقف مجبوره، عمري ما بقف مضطره، ببقى مبسوطه ان مطبخي منظم وجميل وانا واقفه فيه بقضي وقت كويس. فخلوا دايما مطبخكم مريح نفسيا، وخلوا انتوا نفسكم تدخلوه وانتوا مرتاحين نفسيا. يلا طبق، هناخد الخلطه الحلوه الجميله دي بالظبط، احنا كده كده امارات بنطبخ بننظف ولا يهزنا صح، وبيقابليني لو كنت بتعملي حاجه في البيت انت اللي بتتكلمي فعلا.
هسأل أمك يعني أصل أنا أعرفها، فلما هتعملي دي طبعا رهام يا جماعة، بترسم علينا إن هي إيه ست بيت شملولة يعني، فحضرتك لو بتكذبي هتتكشفي. تليفون للحاجة ويعني الموضوع هيخلص، وأنت عارفة إنها حبيبتي ومش هتتوصى يعني، هتقول فيكي إيه من الخيار يا منقي، صح؟ حاسه انه ريفرنس لحاجه تانية خالص بس اوكي. يلا حطينا الخضار وعايزين نغرز الكفته في النص كده عشان تبقى بتشرب من طعمه وهو بيشرب من طعمها وتبقى صينيه عالميه. حاجات احيانا على بساطتها تبقى جميله جدا. فنيجي كده نحط الكفتات الحلوات اللذيذات داير ما يدور، وطبعا ينفع يبقوا صوابع، ينفع على فكره يبقوا طبقه لحمه، طبقه كفته كده مفروده عادي خالص، راحتكم بقى في التفاصيل دي، التفاصيل الشكليه انتوا عارفين ايه ما احبش اتدخل فيها، كل واحد وذوقه الشخصي، لكن انا لن اسمح بجزرايه واحده او بسلايه واحده ان هي تهرب مني، هجيبهم تاني. يلا هنا كمان عايزه ازنق شويه كمان عشان ناخد حبه واحده كمان. طبعا مهم جدا ان يعني لما نكون بنشتغل كل حاجه بقى ايه احنا شغالين فيها، الكاونتر اللي واقفين عليه، الادوات، القطاعه، ايدينا، كله نظيف، فبالتالي انا بشتغل في منظومه نظيفه فما عنديش مشكله، حاجه وقعت هقوم اخدها كده حطاها، انا مش قلقانه، انا عارفه ان انا منظفه مكاني وبشتغل مفيش مشكله، مش قاعده بشتغل على حاجه مش نظيفه فانا لو وقعت لا ده خلاص لازم تترمي، لا مفيش الكلام ده، المطبخ كله نظيف، وناخد بالنا من الكروس كونتامينيشن، الحاجات اللي فيها لحوم ما يجيش عليها خضار والكلام ايه ده، انتوا عارفينه ومذاكرينه احنا مع بعض كويس في سنه اولى طبخ، وممكن نبقى نديله مراجعه قريبه كده. ماشي، وحاجي اعمل ايه على كل على الوش كده بس دهنة زيت او رشة زيت، طبعا الزايز دي ميزتها بتنزل سرسوب صغير خالص فبتحقق لي مفعول الدهن الخفيف، وعلى الفرن عدل حرارة من فوق وتحت، درجة حرارة 200، الرف اللي في النص، ولو عندي مروحة هشغلها. خلصت صينية الكفتة، يلا بينا نلم امورنا ونيجي نشوف عندنا ايه تاني. يلا عندنا الكوردون بلو اللي بالكفتة، الوصفة اللي عجباني جدا من حلقة النهاردة، وهي وصفة ماجي معانا، هنعملها بخلطة الكفتة من ماجي، وتاني بأكد خلطات ماجي روعة لدرجة انها بقيت بجيبها في البيت، يعني انا اللي بقعد اخلط التوابل بقيت بجيبها في البيت، حبيتها جدا جدا، في حاجات معينة كمان يعني ايه استحوذت على قلبي جدا. خلطة البشاميل بتاعتهم روعة، اخر مكرونة بشاميل عملتها في البيت عملتها بيها بعد تجربتها هنا في ايه شاورما الفراخ، وهمية بصراحة. نور بتقولي انا مضيعة فلوسي على شاورما الفراخ، جميلة جدا فعلا الخلطة بتاعتهم، فبصراحة لما يبقى فيه منتج حلو ويستحق ان الواحد يشيد بيه، خصوصا انه منتج مصري وشركة مصرية، فالواحد لازم يقول كده ويبقى حقاني يعني، فلا جميلة جدا جدا، وهي اللي انا مستخدماها النهاردة في تتبيل الكوردون بلو. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه. مقاديرنا النهاردة يا حلوين عشان نعمل كوردون بلو الكفتة هيكون كيلو من اللحمه المفرومه، وعشان بس ما حدش يستغرب الكميات انا اخده ربع كيلو بس من المقدار وعامله الباقي قبل الحلقه عشان وقتكم، ما نقعدش نعمل خطوه تكراريه كتير، فاللي قدامنا ده ربع المقدار، لكن المقدار كيلو من اللحمه المفرومه، جبنه شيدر صفرة شرايح، وهنحتاج ما اعتقدش اكتر من ربع كيلو يعني ممكن اقل كمان، وتركي مدخن برضو ما اعتقدش ان بجميع الاحوال هنحتاج اكتر من ربع كيلو غالبا اقل، زيت نباتي، خلطه الكفته من ماجي، وخدوا بالكم عشان في خلطه الكفته وفي خلطه كفته الحاتي، لا احنا الوصفه دي مستخدمين خلطه الكفته، خلطه كفته الحاتي ليها يومها بقى هنلاقي لها ابداعاتها، لكن النهارده خلطه الكفته، وملح وفلفل اسود. الطبقه الخارجيه التقليديه جدا، بيض، بقسماط، دقيق، ومحتاجين طبعا زيت غزير للقلي. ما دام هبدا اشتغل اجي كده احط الزيت بتاعي على النار اديله فرصته يسخن عشان لازم الحاجه تنزل النار سخنه. ماشي، بوله نشتغل فيها.
ادي البولة بتاعتنا. انا هاخد اللحمة المفرومة وتعالوا كده في الوصفة دي بقى ما يفضلش اللحمة المفرومة يكون فيها دهون كتير، يعني تبقى دهونها متوسطة. وتعالوا نشوف الباكت بتاع خلطة الكفتة من ماجي مكتوب عليه ايه. انا بحب دايما احترم تعليمات الشركة المصنعة لان هم بيكونوا عملوا تجارب كتيرة جدا وصلوا منها للي مكتوب ده. يضاف محتوى العبوة على نص كيلو من اللحمة المفرومة ثم يقلب الخليط جيدا ويترك في الثلاجة لمدة 5 دقائق. انا ممكن افوت الخمس دقائق دي بس علشان وقت الحلقة. بنشكلها ونسويها. ماشي، يعني الباكت ده لنص كيلو لحمة. انا عندي هنا ربع كيلو لحمة، يبقى انا هحتاج نص الباكت. الباكت ده ما بيحتاجش مقص، هو ليه علامة للفتح فبنيجي عندها كده ونسحب بيتفتح معانا على طول. زي ما قلنا الباكت ده لنص كيلو، فبالتالي انا محتاجة نص الباكت عشان انا عندي ربع كيلو. هاخد نص الباكت بس. بقينا نص ولا لسه؟ لسه. وخلطات ماجي بيبقى فيها ملح، فانا مش محتاجه ان انا اضيف ملح غير يعني سنه صغيره خالص. وهضيف فلفل اسود عشان انا بحب الكفته تبقى اخده فلفل اسود كويس، مع ان هي الخلطه الصراحه بتادي الواجب وزياده. رشه الملح الصغيره. ما تيجي نعمل واحده ونطلع فاصل؟ يلا عشان نبقى خلصنا من الجزئيه دي خالص. ونعجن بايدينا. مفيش بقى خالص موضوع نعجن في الكبه ده، بنعجن بايدينا. عايزين نحافظ على اللحمه ونسيجها ما ننشفهاش، فبالتالي احنا بنعجن بايدينا. بنعجن كويس لكن بايدينا. يلا هاجي كده والم الكفته اللحمه المفرومه قصدي بكل التوابل. انا ما حطيتش زيت خالص اذا لاحظتوا، لان انا هقلي في الزيت فمش محتاجه الصراحه زيت الموضوع اكتر من كده. بصوا امتزجت تماما وبقت زي الفل. جاهزه، يلا نعمل واحده مع بعض. بصوا بقى بنعمل ايه. بنجيب بلانشة نشتغل عليها. طبعا انا ايدي ما بتمسكش غير الحاجه اللي مصيرها الحوض، ما امسكش الزيت، ما امسكش الملح بايدي اللي فيها لحمه، لكن ممكن امسك الكيس ده وممكن امسك البلانشة. ما انا خلاص هخلص واحطهم في الحوض، مش هرجعهم اكيد من غير غسيل، فما عنديش مشكله في ده. لكن لا يمكن امسك حاجه انا عارفه ان هي هتفضل على الكاونتر بتاعي. ونبدا نجمع الكوردون بلو. في طرق كتيره جدا للتشكيل، تقدروا تشكلوه رول، بس مش المفضل ليا في الكفته. اللي مفضل ليا في الكفته اللي هنعمله دلوقتي ده. بصوا يا جماعه، هتجيبوا حته من اللحمه مثلا بالشكل ده، وهتبداوا كده على الكيس البلاستيك تحاولوا تفردوها بشكل دائري بقدر الامكان، بس مش لازم يبقى بالظبط طبقه. لا هتبقى رفيعه قوي ولا هتبقى تخينه قوي. انا كده اهو زي الفل. اي شقوق احاول اقفلها واحاول انسق الشكل بقدر الامكان. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد قطعة من الجبنة الشدر هحطها هنا. وانا بحب احط فيها جبنة كتير، لكن طبعا انتوا ذوقكم. وهناخد قطعة من التركي وممكن سلامي وهحطها كده. وهعمل ايه دلوقتي؟ هجيب النص ده كده وممكن الاقي ان ايه الحاجات بتاعتي لا دي طالعه بره. ما تقلقوش خالص، احنا هنظبط الدنيا دلوقتي وكله هيبقى زي الفل. ونبدا بالكيس كده نلم ده. لو انا عايزه اعملها نص دايره هعمل لكم واحده ثانيه تبقى دايره. هعمل لكم كذا طريقه او كذا فكره، وانتوا بقى براحتكم تختاروا اللي يناسب ذوق حضراتكم. اهم حاجه ان اي شقوق هقفلها دي كده هتبقى زي ايه القارب شويه. ولو انا نفترض ان لقيت الكفته اللي عندي فيه حتت يعني مش باينه، عادي جدا هاجي كده اهو واقفلها.
انا ما عنديش حتت باينه، بس انا حبيت اوريكم يعني انها مش مشكله خالص. هقفل هقفل هقفل، اجيب الناحيه الثانيه اطمن ان كله مقفل. ممكن اقفل بشويه زيت كمان لو انا عايزه، بس الحقيقه الموضوع مش محتاج زيت. ده لو في شقوق جامده وانا مش عارفه بقى اتعامل معاها خلاص. بطمن كده ان كله متقفل. استنى نوريهم بس التقفيله واطلع فاصل. لو لقيت حته كده لحمه فاضيه كتير عادي ممكن امسك كده اهو واشيلها وارجع انسق. الموضوع مرن جدا اهو. ده لو انا عايزه اعملها الشكل الطولي اللي انتوا شايفينه دي اللي انتوا شايفينه ده بس كده. وطبعا احنا لسه في طبقه دقيق ولسه في طبقه بيض ولسه في طبقه بقسماط، فالموضوع هيبقى مقفل كويس جدا. ويفضل ان احنا نسيبها كمان في الفريزر وفي التلاجة تتشمع حبه قبل القلي. ادي اول شكل. ايوه يا فندم ماشي. يلا ادي كده شكل. ايه رايكم تطلعوا؟ قوي قوي. بالظبط. صحيح. لا اسامه ما بيتقليش الحاجات دي. بس كده اهي بقت جاهزه. ممكن الشكل ده يبقى دايره وفوقها دايره زي اللي احنا عاملينها قبل الحلقه. براحتكم بقى في الاشكال، لكن انا حبيت اوريكم يعني ان الموضوع ايه مرن جدا. وهي طريقه النص دي للي مبتدئ اسهل طريقه. طريقه الدايره دي ممكن يعني تكون اصعب شويه. هي الفكره ان احنا بنعمل ايه، بنعمل اهو انا هعمل لكم بس المثال يعني الفكره. بنعمل كورتين من الكفته بس طبعا بيبقوا اكبر من كده، انا عامله لكم واحده صغيره مثال. بنفرد دي كده اهي وبنعمل كرة تانية من الكفتة ونبططها كده. ناخد حتة من الحشوة هنا في النص وحتة من التركي هنا في النص، نغطي دي بدي ونبدأ نفردهم على بعض. بقت مدورة. ده سهل وده سهل. شوفوا انتوا ايه اللي عجبكم شكله اكتر. انا يعني عجبني دي وبحب المدوره برضو. واهو بنبدا نقفل ونلم الاطراف على بعضيها ونخليها مدوره بقى خالص وتظبط معانا. اهم حاجه ان السمك يكون متوسط، ما تكونش لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، عشان لو تخينه قوي مش هتستوي. هنطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع نشوف هنغلفها ونقليها ازاي. مستنياكم. رجعنا من الفاصل وزي ما انتم شايفين الكفته بتتشوي بتتقلي. دي طبعا الكوردن بلو اللي عملناه بخلطه ماجي للكفته. انا محضره كميه من قبل الحلقه، عايزه بس اكمل معاكم احنا عملنا ايه. فتعالوا نبص تاني. احنا عملنا اهو شكلين، في الشكل الطولي وفي الشكل المدور. ايا كان اللي عجبكم فيهم هتغطوا دقيق بيض بقسماط بالطريقه العاديه جدا. هتسيبوه بعد كده يمسك في التلاجة شوية ساعة ولا حاجة، وبعد كده أو في الفريزر، وبعد كده بنقلي. فأنا دخلت على خطوة القلي في الفاصل علشان بس اختصارا للوقت. وزي ما انتوا شايفين بنديهم وقتهم، لازم يا جماعة نديهم وقتهم عشان الكفتة تلحق تستوي. الناس اللي بتخاف من ان الكفتة تستوي في حاجات زي كده، والله العظيم بتستوي، بس ما تعلوش الزيت عليها قوي، خلوه متوسط مش عالي قوي. يعني انا هنا ايه اخدت لون، فممكن اوطي الزيت شوية عشان اسيبها تستوي براحتها. واجي بقى اعمل ايه؟ اوطى يا زيت. بس انا وطيت الزيت وسايباها بقى تكمل سوا. واجي اكمل بسرعه معاكم الفطيره، فطيره الفراوله. الكراست طلعناها وهديت من الحراره. ادي الحشوه بتاعتنا. شايفين بقت جميلة ازاي لما هديت من الحرارة. هننزل الحشوة، والحشوة دي في حد ذاتها هي صنف حلو، ممكن تتعمل في كاسات وعليها كريمة، هتبقى منتهى الجمال بالشكل ده. وزعنا
الحشوه وهنيجي دلوقتي نضيف لها الكريمه. عايزه ابص كده على الكوردون بلو بتاعي اخباره ايه. ممتاز، هنديله بس فرصته ايه يكمل سوا ونطلعه من النار من الزيت. انا قليت تلاته اهو، بصوا ولا بيفك ولا بيفتح ولا اي مشكله. عايزه بس اوسع مكان للي هيطلعوا من الزيت، فهجيب دول كده. يلا الكريمه، كريمه شانتي، كريم شانتي من دريم. هنيجي كده نحط على الوش، طبعا الكلام ده لما بيهدى من الحراره بيتماسك اكتر من كده بكتير، وهنبدا بس نوزع بشكل عشوائي. انا مش عايزه اغطي الوش تماما، انا عايزه يفضل حشوه الفراوله باينه بس، فهكتفي بالقدر ده. جدا حلو قوي. عندي شويه حشوه هتهرب من الجنب، فاقوم مسحها. وهنيجي بالفراولات الصغيرين، نعمل ايه، نعمل شكل كده. مش سامعة خالص ايه اللي بيتقال. ايه، خلصت؟ بس ادي الفطيرة. ناخد مدام ناديه كده واحنا بنشتغل. يا مدام ناديه اهلا وسهلا. يا اهلا بيكي يا حبيبه قلبي. ازيكي يا مدام ناديه؟ الحمد لله يا حبيبتي. يعني مش قادره اقول لك الجمال اللي انت عاملاه. بسم الله ما شاء الله عليكي يا طارق. تسلمي يا حبيبتي، كلك ذوق. تسلم ايديكي يا حبيبتي، مبدعه ويعني كل جديد بتعمليه والله. تسلم ايدك وتسلم الاعداد والاخراج والتصوير الجميل اللي عندكم. بسم الله الله اكبر بجد. ربنا يخليك يا حبيبتي، اشكرك. على فكره اللحمه اللي هي مطوله شكلها احلى، عجبتني اكتر. مش كده؟ احيانا اللي هو الفراخ احيانا يعني نعمل حاجات يعني نسقتيها، يعني بسم الله الله اكبر. اللي يشوفها ما يقولش عليها لحمه مفرومه. بصي والله بصي انا دايما اقول حاجه، دايما اقول ان الهواء، يعني انا بالنسبه لي كساره الهواء قرفته حلوه. دايما الحاجه اللي عاملها على الهواء تطلع احلى من اللي كنت عاملاها قبل الحلقه. فاحيانا بنعمل حاجات اضطرارا بس لظرف ان الوقت ما يسعفناش او حاجه، احيانا قليله انا بحاول اتجنب ده بقدر الامكان، ولكن دايما حاجه الهواء قرفتها احلى. يلا نطلع بقى ده من النار. وزمان الكفته استوت وبقت زي الفل. اهم حاجه لما تنزل الزيت، الزيت يكون سخن جدا عشان تقفل على طول، فلا جبنه تسيح ولا حاجه تحصل ولا يواجهنا اي مشكله. بس شكرا جزيلا. هنجيب الطبق اللي هنقدم عليه، ويلا بينا. دول اهو الاشكال بس عشان تبقوا شفتوهم معايا. ونقفل، احنا قفلنا قفلنا النار على الزيت، ونرص الكوردون بلو بتاعنا. طبعا ممكن يتقدم مع بطاطس بيوريه، ممكن يتقدم مع اي حاجة احنا عايزينها، رز، مكرونة، براحتكم بقى خالص في التقديم. والكفتة دي خلاص على وشك. طبعا من مميزات الكفتة سرعتها في السوى، هي في الاخر لحمة مفرومة فما بتاخدش معانا وقت. يبقى احنا النهاردة كده عملنا ايه؟ تعالوا نراجع مع بعض بسرعة. انا بس يا مصطفى بعد اذنك عايزه اقسم واحده بس اوريها لهم من جوه، ممكن؟ يلا تعالوا نبص على واحده من جوه. مش هين عليا بصراحه نختم كده من غير ما اوريكم واحده من جوه عامله ازاي.
انا بوريها لكم من جوه اولا عشان اطمنكم الكفته مستويه، بصوا، وعشان اوريكم المنظر واوريكم الجبنه السايحه. بصوا المنظر تحفه اهي. بس فانا كنت عايزه بس اوريكم ايه، ان الدار امان. وادي الكوردون بلو جاهز. يلا يبقى النهارده عملنا ايه؟ عملنا معاكم فطيره جميله جدا احتفالا بموسم الفراوله، فطيره الفراوله، وكان استخدمنا فيها كريم شانتي دريم جميل، كسر هيكسر بقى الحلاوه وهيظبط كده الطعم ويظبط المسائل جدا. وعملنا كوردون بلو الكفته، وصفه جميله جدا بخلطه الكفته من ماجي اللي اتمنى انكم تجربوا خلطاتها بجد لانها رائعه. وعملنا كمان صينيه كفته بسيطه خالص بالبسله والجزر. اعتقد اطباقنا النهارده جميله لذيذه عمليه، وبرضو عايزه احط لكم دي عشان تبقوا شايفين شكل اللي احنا عملناها في الحلقه، اللي حابب الشكل ده واللي حابب الشكل ده. ودي كانت افكارنا لحلقه النهارده، يا رب تكون الحلقه فادتكم وعجبتكم، ويا رب نكون قدمنا لكم حاجه جديده. طبعا في هنا ايه صوص فراوله كده هنعمل بيه بس حركه بسيطه. بس كده تكمله يعني لجريمه الفراوله اللي احنا فيها. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، وبكره هتبقى حلقه مشاوي عالميه، استنوها. اشوفكم على خير، مع السلامه.